تواصل اللجنة الإعلامية لانتخابات 2018 زياراتها الميدانية لوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة، حيث نظمت فعالية لمراجعة جداول الناخبين في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وشركة فيفا للاتصالات، وذلك من أجل مراجعة الموظفين والعاملين فيها لجداول الناخبين والتحقق من إدراج قيودهم الانتخابية فيها والتأكد من بياناتهم بطرق ميسرة من خلال المنصات الميدانية والإلكترونية، وذلك تمهيدا لمشاركتهم في الانتخابات النيابية والبلدية في 24 من نوفمبر المقبل. وكانت اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات قد صرحت في وقت سابق بأن الإقبال الكبير للناخبين خلال الأيام الماضية للتأكد من بياناتهم يعكس مدى الوعي بأهمية الاستحقاق الوطني، مشيرة إلى دور الناخب في الرقابة على قوائم الناخبين ومراجعة البيانات الواردة لسلامة الانتخابات. هذا وتجدد هيئة التشريع والإفتاء القانوني دعوتها للمواطنين للتأكد من وجود أسمائهم في جداول الناخبين، علما بأن اليوم 3 أكتوبر هو آخر موعد لعرض الجداول وتلقي طلبات القيد أو التصحيح. اللجنة الإعلامية الرسمية للانتخابات سعت من خلال الزيارات الميدانية بأن هي تتواجد في أبرز الجهات الخدماتية في مملكة البحرين للوصول لأكبر عدد من المواطنين للتأكد مدى أحقيتهم في التصويت في الانتخابات البلدية والنيابية. كان من أبرز أهم وأهم الأهداف والمهام لهذه الزيارات هي تسهيل عملية التأكد من قيد أسماء الناخبين، بالإضافة إلى التأكد من مدى صحة هذه البيانات في حال وجود أي خطأ أو نقصان أو غياب أحد الأسماء، يتم توجيههم إلى المراكز الإشرافية لتقديم طعونهم بشأن ذلك. الأمور كلها مسهلة، يعني مجرد دخل رقم الشخصي ويشيك بأنه هل هو في الانتخابات أو في أي دائرة أو في تبع أي مركز. ولو كان في صعوبة في مركز الاتصال، مركز الاتصال ممكن يساعدونك، يعني لو في شيء إشكالية في العنوان أو في يعني أي دائرة أنت، أو هل أنت مسجل ولا لا. شعارنا لبي الواجب هو الكلمة فيه، يعني الكل، يعني فرد مواطن عايش على هالبلد هذه لازم يلبي الواجب. زين، شنو اللي مطلوب منه اتجاه نفسه واتجاه أسرته واتجاه يعني كامل حق الدولة. طبعا هذه مبادرة ممتازة، فتوفر لنا المعلومات على أساس أن نعرف في أي مركز نتجه له حق التصويت.